جهم بن صفوان، وهو من كبار من حصل بأقواله أنواع من الضلال في الأمة. كان يقرأ في المصحف، فلما جاء على قول الرحمن على العرش استوى قال: والله لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت، يعني أن يزيلها من المصحف، لكن الله حفظ كتابه من تحريف العاطلين وضلال المضلين، فحفظ الكتاب على نحو ما يشهده أهل الإسلام من حفظ لفظه ومعناه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزل الله القرآن وحفظه، حفظ لفظه من التغيير والتبديل، وحفظ معناه من الانحراف والتضليل، فكان هذا الكتاب على هذا النحو من الحفظ والصيانة في لفظه ومعناه. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله.